بهدف دعم المجتمع المحلي وخلق فرص عمل والحفاظ على التراث البحري والثقافة الإماراتية الأصيلة. أطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ميناء السلع المجتمعي ومرسى جزيرة الفيي في منطقة الظفرة، والتي تأتي استكمالاً لسلسلة من مشاريع التطوير البحرية في منطقة الظفرة. ولدى وصوله تفقد سموه مرافق ميناء السلع المجتمعي الذي تم تحديثه مؤخراً، والذي يضم رصيفين يتسعان ل64 قارب صيد وسفينة خاصة، وجدار رصيف ومنحدراً بحرياً للسفن الخشبية ومنحدراً للمواد المدحرجة ومنزالاً بطول 14 متراً و68 موقفاً بحرياً، بالإضافة إلى مرافق أخرى تقدم خدماتها لسكان المنطقة مثل سوق السمك ومبنى إداري ومطعم. كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الأعمال التطويرية في مرسى جزيرة الفيي الجديد ومرافق المشروع التطويري الذي يتضمن قناة ملاحية بطول 500 متر وعرض 35 مترا، وطريقا تصل الأرض بالحوض بطول 220 مترا، وحوضا لرسو ومناولة القوارب بعمق متر ونصف المتر، و26 موقفا بحريا، ومنحدرا للسفن الخشبية ومنزالا، ومنحدرا للمساعدات الملاحية في القناة، مما يوفر للمقيمين والزوار وصولاً آمناً وموثوقاً من وإلى جزيرة الفيي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على تطوير منطقة الظفرة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة التي تلبي متطلبات التجارة والصناعة والسياحة. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدائرة ومجموعة موانئ أبوظبي لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. من جانب آخر، قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية لجزيرة مروح، وجه خلالها بعمل دراسة لتطوير مرسى الجزيرة الحالي. كما زار سموه المواطن سيف بن عبلان المزروعي في منزله بجزيرة مروح، وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.